رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد فقرة الرياضة مع الكوتش فضيل إلى عالم الأعمال ورواد الأعمال أصحاب المشاريع اللي دايما نسلط عليهم الضوء عبر قناة النهار في كل برامجها من أجل لربما أخذ العبرة القدوة وكذلك التعريف بهم ومشاركتهم هذه النجاحات وهذه الإنجازات اللي راح نشوفوها اليوم في برنامج نهاركم الجديد. فقرة مهمة جدا هذه الفقرة، ونستقبل السيد طارق العابد صاحب مشروع مريق النظافة. صباح الخير. صباح الأنوار. الله يسلمك. وكذلك دنيا بن سخريه مدربه معتمده بالوعي واداره الاعمال. صباح الخير دنيا. صباح النور وشكرا على الاستضافه. العفو. نبدا بك سيد طارق العابد. مشروع مريق النظافه هو مشروع اكثر منه فكره تجسدت على ارض الواقع من اجل انه اليوم اصبحت هناك حلول بديله عن لربما رمي اكياس الاوساخ وتركها امام البيت، ثم تاتي شاحنه النظافه من اجل حملها. عندك تطبيق، هذا التطبيق سميته مريق النظافه من اجل لربما معرفه الشاحنه متى تصل وفي اي وقت وفي اي يوم، كذلك من اجل اخراجها الى الحي. احكي لنا على هذا التطبيق سيد العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تطبيق يعني كما قلتي كما تفضلتي الفكره موجوده عندك، اللي هو انه حنا نسموهم لي برودكتور دي ديشي ميناجير، اللي هو المواطن العادي البسيط وكل حاجه، هو يولي يعرف الوقت اللي الشاحنه توصل عنده، ويقدر مام يدير نوتيفيكاسيون، يعني يدير يجهز نفسه بالتطبيق هذا ويعرف على قداش قادره توصل عنده اون طون ريال. هذا الفرق ما بين التطبيقات اللي موجودين حتى في الانترناسيونال، انهم عندهم التوقيت بصح ما عندهمش لو ريال تايم كما قلنا حنايا الوقت، يعني اسكو صح خرج الكاميون لما خرج صح. حنا في الجزائر درنا طريقه واحده اخرى مبتكره، وعندنا عليها حقوق الملكيه الفكريه، درنا لها هنايا وفي العالم قايتك. يعتبر نقدر نقولوا مشروع فريد من نوعه حتى في لو موند اونتيي. الحمد لله في ولايه بومرداس. احنا الان الحمد لله نشكر ثاني السيد الوالي تاع ولايه بومرداس، دار فينا الثقه وشاف المشروع وعجبه بزاف وحب يبدا في الولايه تاعو. دوك عندنا تقريبا 6 موا اللي بدينا في ولايه بومرداس، وين مشينا بزاف خطوات بزاف متسارعه في المجال هذا. الان مثلا انه الشخص العادي البسيط عنده السمارت فون تاعو، يطلع التطبيق من بلاي ستور مجاني، ويولي عنده كل المعلومات اللي يسحق يعرفها على لو كاميون تاع الرماساج. معناتها يقدر يعرف باللي الكاميون حيوصل له قبل 10 دقائق، قبل نصف ساعه، عنده من 10 دقائق الى ساعتين، هو يحدد الوقت اللي يحب يعرف فيه الكاميون اكالوغ يوصل عنده حتى لباب الدار. اوكي؟ الوغ لهنا نسيو نقصوا بلوتا نقصوا دركا ومن بعد بلوتا نقضيو على الظاهره هذه تاع رمي القمامه برا في الشارع والقطط يقطعوها والاشياء الثانيه اللي توقع في المجال هذا. الوغ الكاميون يكون على باله قداش يجوز، قادر حتى يستنى الكاميون حتى باسكو يشوف الكاميون في لابليكاسيون، يشوفه هو جاي اون طون ريال لايف. وكي ما يجيش الكاميون ولا يطيح اون بان ولا كذا، يسخا نوتيفي يباتوا له انذار ولا تحذير ولا معلومه. لي زيبيك اللي هما مثلا الان دوك حنا مع اصحاب التطبيق. اكزاكتومون، باسكو التطبيق هذا منقسم على اثنين، تطبيق يشوفوا اللي هو ابليكيشن اندرويد اللي هي تكون في الجهاز المحمول، وعندنا سيرفيس ويب اللي هو موجود عند لي زيبيك اللي هما متخصصين بنقل ورسكلة النفايات. هذوما لي زيبيك هذوما عندهم تطبيق يعني ترو سوفيستيكي بزاف، وين يقدروا حتى يتحاوروا مع عامه الناس ويبعثوا لهم دي نوتيفيكاسيون دي ميساج. قال بازم الكاميون الي اون بان فا با فينيغ اوجوردي، قال غدوه، اذا غير الكاميون يبعث له بلي تغير الكاميون، اذا كما قلنا حنا حيخرج روطار يقول له بلي حيخرج، ميم لو كان يخرج الافونس يبعث له. ليسونسيال وهذا اشياء الشيء اللي مثل اللي يخلي النظام هذايا يعني نظام كما نقولوا حنا سوليد، يعني بزاف سوليد، انه النظام نقدر نقولوا عليه هنا اني، يعني كل المعلومات اللي تجيك واللي تخرج وكل حاجه انيه، والمواطن عنده الحق انه يبدي الراي تاعو من التطبيق نفسه، اذا كان الخدمه عجباته يكليكي عجبتني، ما عجباتوش يكليكي ما عجبتنيش. يعني اثبت نجاعته راك تشوف هذا التطبيق سيد عابد؟ لابخوف دوكا بعد ولايه. شحال عندكم اللي بديتوه؟ عندنا دوكا واحد 6 موا.
ست مو اثبت نجاعته الان بعد 5 سنين من الخبره من الخدمه عليه. تحدثوا على 5 سنين exactly. من الخبره. هو سبيان سي اثبت نجاعته دركا من ولايه بومرداس اون باسي لولايه بويرا. راح نتحدثوا على هذا التفاصيل، تفاصيل 5 سنوات من التحضير لهذا التطبيق، وراح نروح نشوفوا هل سيعمم في عبر التراب الوطني ام لا. نروحوا لدنيا بن سخريه، دنيا ايضا مريقلة سيد العابد. دنيا انت رائده اعمال وراكي تساهمي في تدريب رواد الاعمال، كيفاش بديتي هذا المشروع؟ بناء على واش بديتي هذا المشروع؟ طيب انا اكاديميتي اسمها دنيا، اكاديميه دنيا للتدريب. انا اكاديميتي مخصصه للنساء فقط، وفكره المشروع من البدايه انه نساعد النساء كيف توازن في حياتها. شوفي احنا خلقنا رب العالمين رجل ومراه، وخلق المراه بانوثتها والرجل عطاها العصمه برجولته، ولكن مؤخرا واش لاحظنا انه النساء حبت تتحرر، حبت تغير هذا الفطره اللي تخلقنا على جالها. الوغ كو انا المراه كي تجي لعندي نرجعها للفطره الاساسيه اللي تخلقنا عليها، كيف تعيش انوثتها على فكره بامتياز، وهنا الذكاء والفطره نتاعنا، وايضا نساعدها كيما تصلح حياتها الشخصيه، ايضا كيف تطلق مشروعها. هذه هي بالعموم فكره الاكاديميه. يعني هو يقتصر فقط على المراه؟ يس. وفاش تتمثل اغلب ربما التوجهات او التخصصات اللي تجي ليها المراه وتحوس انها يكون عندها اثبات جداره فيها؟ شوفي تخصصات مختلفة، ولكن مؤخرا أغلبية النساء يحبوا المشاريع اللي عندها علاقة بالخياطة وبالحلويات أو التعليم، لأنه عموما هذه هي المهن اللي المرأة تكون مرتاحة فيها وما يكونش عندها مشكل مع العائلة أو الزوج، خاصة المناطق المحافظة. مشاريع مقبولة في الأسرة. يس. وفي المجتمع. بالضبط. لأن المشاريع الأخرى فيها مثلا المرأة لازم لها ديبلاسي بزاف، ولا أمور مثلا احتكاك بزاف بالرجال، ما يفضلهمش النساء، ولكن هذه هي المشاريع الناجحة. وعلى فكرة الآن أنا راني نرافق في بزاف نساء الآن من سنوات، ودنا نجاحات كبيرة، وراني نرافق في آلاف النساء سنويا، والحمد لله يعني قدرت نساعدهم سواء على الصعيد الشخصي ولا المهني. الصعيد الشخصي أنا نعلمها مجموعة من المهارات، كيف تحب نفسها، كيف تكون واثقة، كيف تعرف تحكي، كيف تدير شخصية، كاريزما، ومهارة القيادة أهم مهارة اللي هي كيفاه تمشيهم كامل كيف تحب هي. سيد العابد وقاعد يتأمل ويشوف. سيد العابد وش رأيك في هذا النوع من المشاريع اللي لربما تشجع المرأة أكثر وتعطي لها لربما إثبات لجدارتها أكثر من أنها تبقى مجرد امرأة ماكثة في البيت تؤدي المهام اليومية؟ والله المرأة ما عندنا ما نقدر نكسر شوية القاعدة. لازم يشاركنا الرجل الدنيا. هذا الرأي كما قالت هي، قالت الراجل عنده بلاصتو والمرأة عندها بلاصتها. كما قالوا احنا واحد المثال يقول له كان ماشي نتن ما نجوش حنن، كان ماشي حنن ما نجوش نتن. الوغ انا ان كومبليمون شاكان كومبليت لوتر. نتا يقعد توجور توجور. انا لي انا خاصه يعني نتمنى للمراه انها كما تقولوا احنا تدخل في المجالات وتتعلم وكل حاجه وكذا، مي تحافظ توجور على الطابع الانثوي تاعها والطابع. يعني تتفق مع دنيا في الحفاظ على المراه انه تحافظ على انثويتها رغم تعدد المشاريع او كبر المشاريع اللي راهي تجسد فيها. سي لا ميم شوز مام للراجل، مام الراجل انه يحافظ على رجولته حتى في اي ظرف من الظروف. لانه يعني نشوفوا الان كاين اختلالات شويه، وشفناها في المجتمعات كاع الاوروبيه، وحتى الان كاين اختلالات في المجتمعات تاعنا اللي ما لي زيفي سيكوندير تاعها راح يكونوا اغريسيف بالوقت. تبان لنا بلي درك الامور واضحه وحلوه وتعجبنا باسكو سي نوفو سي نوفو، مي ابخي كيلكو زاني لو كان نشوفوا برك معناتها بعض الاسقاطات نشوفوا يجونا من بلدان واحد اخرين اللي تعاملوا بالمنطق هذا بطريقه يعني شويه يعني ما طاش الفوليوم تاعها. الفوليوم لازم يكون محدد، لانه نسبه الخطا هنايا لازم تكون محدده. كان في بعض الاحيان نقدروا مثلا نقولوا اذا اعطينا مثال انه كان بعض الاشياء ولا بعض المواضيع انه نسبه الخطا تكون فيها زايد 10 ناقص 10 ما كاش مشكل. بصح بعض الاشياء وين تكون فيها لي رولاسيون اومان ماكسيموم بلوس ان موانز ان، باش الناس خاصه لا رولاسيون اومان يعني وخاصه بين الجنسين، وخاصه انك تتعرف بوحده مثلا نقولوا زوجه ولا اللي ما عاشتش معاك وماهيش من لي كوتيم تاعك ومشي نفسها.
الوغ تجي للدار ولا انت تروح كما تبني معها بيت ولا الوغ تسنى منها اشياء وهي تسنى منك اشياء. اذا ما كانوش مرتبطين وكانوا عندهم يعني كما حنايا نسبه من الخطا تكون ضئيله، هنا يصيروا لي كراش حنا نسموهم تصادمات، وين ممكن يصيروا مشاكل اكثر من احنا نقولوا مشاكل كبار. انا عارفوها في المجتمع كيفاش تصير نسبه الطلاق كبيره، نسبة هذا مشكل تاع المفهوم. يعني الانسان كي يخرج من القوقعه تاعو ما لازمش يطول بزاف، صح. يخرج باش يطل ويعاود يولي، صح. كاين ناس نحت كاع القوقعه وكملت، نحكوا الرجال لا نسى كيف كيف. الوغ شويه نظن الاستاذ اي في راي جميل. مارست المهنه هذه اكيد انه كان عندك دنيا العديد من النساء المقبلات على هذه المشاريع. بناء على واش، على اي اساس تم اختيار هذه المشاريع باش يكونوا فيها؟ شوفي كل وحده والاحتياج تاعها. شوفي كاينه مثلا وحده تكون قرات وما قدرتش تلقى خدمه في هذاك التخصص نتاعها، وانا وحده من هذه القصص على فكره، لانه انا تخصصي على فكره انا انجينير هيدروليك، ولكن غيرت العمل نتاعي كامل، عجلت الاسره نتاعي على فكره، لانه حبيت نعمل عمل نكون فيه قريبه من ولدي ونقدر نربيه بطريقه صحيحه. كاين اللي عندهم هذا السبب، وكاين اللي تبحث فقط عن المال، يعني اسباب مختلفه. ولكن شوفي انا دائما نركز في الموضوع انه نحافظ على فطره المراه، نعلمها كيف هي تبقى انثى حقيقيه، بصح في نفس الوقت نعم تنجح وتدير البروجي تاعها. يعني حتى المراه ما تقدرش تتنقل اليوم، تقدر ما تتنقلش من بيتها، تخدم من 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 بيتها عن طريق الهاتف، عن طريق افكار مليئه. اسكو راكي تشجعي مثلا في هذا الاطار، واش راكي تعملي في هذا الاطار بالضبط؟ ايه اشجع جدا، لانه انا اول ما بديت مشروعي هكذا على فكره. شوفي اول خطوه في بناء المشاريع، بديتي مشروعك دنيا؟ ايه اول خطوه شوفي تعلمت، اوكي، درت ماجستير في اداره الاعمال. وين؟ درت في دبي. شوفي لما تعلمت واش تعلمت، فهمت بلي لازم لي بزاف نتعلم امور في الاداره، في التسيير، في التسويق، في اداره فريق العمل، باش نقدر اصلا نخوض هذه التجربه. واول تجربه قمت بها هي على فكره درت مشروع صغير، ان بوتيك اونلي، كنت نبيع فيها المكياج. انا من محبي الميك اب، بديت به وبه جمال المراه. نعم. وجمعت به على فكره راس المال، وقدرت به نفتح اكاديميتي بعد على فكره اقل من 6 اشهر. في ما يخص العراقيل سيد العابد، 5 سنين باش بديتوا تطبيق، وباش اليوم وصل انه يكون على ارض الواقع، وان شاء الله نشوفوه مجسد على كامل التراب الوطني. كيفاش كانت هذه ال5 سنين تاع هذا التطبيق؟ والله احنا عندنا 15 سنه في الدومين هذا، في العمل هذا، في الشركه مؤسسه من 2008، متخصصه في المجال هذا، مجال رقمنه وكل شيء. ال5 سنين هذيا منين بدينا نشوفوا المشروع هذا كيفاش حيكون، هي عادي نورمال، ما نقولوش عراقيل، هي ما كاش حاجه، هي لازمها دراسه عادي. ولكن في الدراسه، لان المجال هذا، الموضوع هذا بالذات تاع النفايات وما شابه، الاصل فيه انه معقد، حتى في الدول المتقدمه، حتى الدول المتطوره. فبالتالي يبدا التعليم عليه من لاكراش، من الصغر، من الصغر كبير، انه كيفاش يتعاملوا مع القاذورات و و و باش الانسان يكبر على هذاك الشيء، باش قدروا يتحكموا شويه. مي يقعد توجور، لا ديرنيغ فوا مام كان في لافوار انترناسيونال اللي دارت ريسامون، كانوا معنا دي كوريان اللي هما يعتبروا احسن كوريا رائده في مجال عالم النفايات، وسفير الكوري وحتى الخبراء اللي جاوا لهنا للجزائر تكلموا عن الموضوع، انه يعتبر المواضيع اول شيء الحساسه، ثاني شيء من المواضيع الصعبه جدا، وانها متجدده، وقاعدين هما اصلا يبحثوا عن الحلول. فاحنا لقينا باللي الدراسه اللي درناها علاش طولنا كل حاجه، ما حبيناش نديروا حل اللي هو موجود عندنا جميع الناس، حبينا نخرجوا حل يونيك يعني عالمي، ماشي يونيك غير الجيريان، ويخرج من الجزائر ان شاء الله، وخرج الحمد لله وباين وكذا. هما عندهم الحلول تاعهم، يديروا امكانيات اكبر من الضخمه، اوكي، ويديروا قوانين جدا مشده. مثلا انه كان لافتات مثلا تمشي في اي في البلدان كما نقولوا امريكا، ولا تلقاي لافته توصل حتى ل1 مليون دولار لو كان ترمي اي حاجه من طاقات السياره تاعك. صحيح. عادي. حتى يعني الاستحمام مثلا، شفت مؤخرا في معلومه انه في اليابان الاستحمام في مسبح، سواء في فندق او حتى في مسبح خاص، الاستحمام فيه يعني لما تقوم بتصرف، مجرد تصرف مسيء، فانت لربما تطرد من وتبقى لك، تبقى لك مثلا اذا كانت عندك جواز، اذا كان عندك جواز سفر، فيبقى مونسيوني في الباسبور.
لمثل هذه التصرفات. فبالتالي هما الاشكال هما هذا يعتبروا اشكاليات يعني باش نكونوا واقعيين، لانه الان يصير الانسان يحس روحه تحت الضغط، الضغط تاع التيكيتس كما نسموهم حنايا لي بروسي مثلا تروح لاوروبا اي شيء ديريه تيكيت تيكيت بروسي بروسي بروسي، وين الانسان قادر ينسى الانسان قادر كذا، وكاين امور وكاين الناس اللي يديروا ايميغريشن يدخلوا لبلدان جدد ما يعرفش القوانين تاع البلاد، الو قبل ما يرفض راسه يكون ديجا شبع التيكيت ويعود خايف. حنا بون كنا في الخارج عايشين وكل حاجه وشفنا هذه الوضعيات مع الناس اللي جونا جدد، نشوفهم باللي واش ندير واش ما ندير دغري يسقسي، باسكو كي يضربوا التيكيت الاولاني والتيكيت تاعهم نحكيو هنايا غير ب 500 دولار غالية التكلفة 500 دولار 500 اورو طلع، ما كانش التيكيت تاع 5 10 ما تزيدش عندهم، خاصة في هذا المجال تاع البيئة بزاف متشدين فيها. حنا المشروع تاعنا حبينا لا ما نديروش هكذا كاع كومبليتمون، اون سو باس با سور لي تيكيت، اون سو باس با سور معناتها نضغطوا على العموم تاع الشعب تاعنا الطيب الجميل اللي نحبوه بزاف، اوكي حبينا جزائري اجتماعي بطبعه رائع شاب جزائري رائع، ما نقول لك رائع جدا، وانا عنده معزه عندي خاصه وانا منه زعما نشكر فيه، بس انا جزائري عنده معزه خاصه عنده، لكن نحتاج لو حبذا لو كان تكون فيه ثقافه مشتركه للمجتمع الجزائري وين ما نشوفوش هذه السلوكيات اللي راهي اليوم تاثر كثير على على مجتمعنا وحتى على شواطئنا اللي ما تخليناش لربما نقضيو نشوفوا الاحياء كلها مثلا، ماذا بينا كان نشوفوا احياء جميله شواطئ جميله مسابح جميله اماكن نظيفه. واش نديروا هنا؟ هذا هو الدور تاع النخبه. اوكي؟ لذلك انا توجور نتكلم حتى في الاطار العام وكل حاجه مع كي نتلاقاو مع الناس من الحكومه ولا نحكيو توجور نقول لهم فعلوا النخبه، فعلوا النخبه، خلي النخبه تبان. حتى صح. النخبه تجي من شوف اللي سلقيهم لك البلاد هي النخبه. الان حنا لو كان نتكلموا عن النفايات، النفايات تعتبر كنز. كنز ضائع. لانه احنا لو كان نتكلموا نقولوا مثلا مثال لو كان نقولوا المجتمع منطقه ما الكلفه المعيشيه تاعها 100 مليون دولار. اعرفي باللي النفايات اللي عندها راه ماحش تقل على 30%. 30% هذه احنا المشروع تاعنا اللي دوكا نطمحوا ليه ورانا رايحين ليه بعيد، لانه كل المشاريع لازم تروح نقولوا حنايا حلقات. الحلقه الاولى اللي هي انه نجمعوا النفايات من بيت بيت زنقه زنقه بيت بيت، هذا نحوسوا عليه اول شيء كمرحله اولى، انه الشركات تجمع النفايات وكل شيء لانهم عندهم دي مناطق الرسكله موجوده وماكينات وتجهيزات متطوره. الان نحبوا نقضيوا على ظاهره وجود القاذورات في الشوارع وخاصه الشوارع العامه وكوا حتى الشوارع نقولوا احنا بعض الاحيان الشوارع الرئيسيه والشوارع ولا الاحياء الراقيه نصيبوا فيها هذا المشكل، هذا خلينا نسموه مشكل. الان نقضيو عليه، كيف نقضيو عليه؟ انه المواطن هو بطبعه ما يحبش يفسد في نورمال، مي كي ما يسيبش الحل ما كاينش حل. الوغ لقينا باللي كاين ان ديزوردر ما بين لو كوليكتور اي لو بروديكتور، لو كوليكتور تاع ديشي ميناجير لو بروديكتور. حنا هذيك الحلقه المفقوده ربطناها اليوم، ولا الكوليكتور يتكلم مع البروديكتور، الكوليكتور يتكلم معه والبروديكتور يرجع عليه اوطون ريال لايف، يعني نقدر نقول حنايا حط بنينا لهم رقمنا ومجتمع رقمي موحد، يعني حطيناهم كاع ايتيك دون اون سول بلاتفورم. هذا عنده ابليكاسيون اب في من الاب ستور والاخر عنده ابليكاسيون ويب. في الويب تاعو تانيك عنده قدرات رائعه كيفاش يجهز الامكانيات تاعو باش يتنقل باش يقوم بهذاك المهمه تاعو. والان هادو من لي لوجيسيال حنا نسموهم سي دي لوجيسيال اد على بريز لا ديسيزيون، يعاونوا في اتخاذ القرارات. حتى لو كان هو غافل اللوجيسيال ولا لو سيرفور ينبهوا قال نو ما تقدرش تروح منا باسكو هاو ماشي لوجيسيال عادي، ماشي يعني احنا اعتمدنا على الاتمته اوكي الاوتوماتيزيشن واعتمدنا على الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي. ان شاء الله نشوفوا هذا التطبيق ان شاء الله معمم على مستوى التراب الوطني 58 ولايه ولا غير شيء. هو كما نقولوا حنايا في تفكير لهذا الشيء، هو لازم هو بطبيعته لازم يكون نقول لك انترناسيونال مش ميبا ناسيونال مش ميبا ولايه الجزائر او حتى ولايات، هذا يعتبر هذا مشروع حنا خدمنا الانترناسيونال. حنا كي الدراسه اللي درنا ما درناش برك على الجزائر، درنا على واش صاري في لو موند اونتي. ان شاء الله لا ديرنيغ فوا تكلمنا مع لاين دي لاجونس ناسيونال دي ديشي، تكلمنا تانيك نشكروا تانيك وزاره البيئه اللي استقبلونا على اعلى مستوى،
وطرحنا لهم مشروع عجبهم رائع كل حاجه. لاين دي اللي هي لاجونس ناسيونال دي ديشي استقبلنا المدير العام، تكلمنا معاه وفتحنا معاه كاع المواضيع، وان شاء الله اللي كتب ربي راح تكون فرصه لنا احنا باش نروحوا لايطالي ان شاء الله في شهر نوفمبر ان شاء الله باش نبرزوا هذا المشروع تما عندهم. الوغ حنا والفنا انه اشاك فوا كيجيونا لي زيكسبير نقول لهم ديما واش عندكم، اعطونا واش عندكم، عندنا احنا شغل احنا عندنا مشاكل انتم حلوا لنا مشاكلنا. الان ان شاء الله راح تكون راح نقلبوا شويه نروح نوليو احنا نقول لهم احنا واش عندنا كيما واش عندكم انتم. تبادل الخبرات هنا يسموه تبادل الخبرات. دوكا هو كيقدم لي الحل تاعو انا كابابل دوكا نقدم له حلول واحده اخرى اللي هي حلول على مستوى جدا عالي، ماشي رقمنه بسيطه. اكيد هي حلول ناجعه ومجسده على ارض الواقع باذن الله. دوكا يقعد لنا حتى السلطات العموميه ماشيه معنا مليح وكل حاجه، وحنا ما نقدروش نروحوا رابيدمون بلوس كو سا، ما نقدروش لانه في اطار هذا رانا نخدموا معاهم او ميم طون راهم يزيدوا يبانوا لنا امور تقنيه بسيطه. طيب قبل ما نختموا كاش فاكونس مسيو العابد؟ والله با بور لو مومون ما كانش عندنا ضغط كبير في العمل. هل فيه توجه او وجهه سياحيه محليه مثلا تفضل انك تروح تقضي فيها العطله ان شاء الله؟ والله ما خممتلاش تو بي اونست. اكيد يعني لو كان عندك الوقت واش من بلاصه تقدر تخيرها؟ جيجل. جيجل. والدنيا؟ صراحة لا أفضل السياحة الداخلية. لا يعني حتى لا نقصي مناطقنا الجميلة، أنت أكيد أنه شفتي كامل التراب الوطني وشفتي أيضا الخارج، لكن لو تتاح لك الفرصة باش تفوتي لي فاكونس وين تقدري تفوتيها؟ هو صراحة كيف أنا في الصيف ديما نكون في بومرداس، بزاف نحب الشواطئ نتاعها لأنه نظيفة ومحترمة. الطبيعة والطبيعة جميلة جدا ونرتاح نفسيا فيها بزاف.